وهذا صحيح، القائد العام له الصلاحية المطلقة في تحريك كافة القطاعات العسكرية الأمنية في الدفاع، في الداخلية جهاز مكافحة الإرهاب، في الحشد. الآن يستطيع رئيس الوزراء، هل متاح له، هل له الحرية الكاملة؟ أكيد لا، لأن وضع البلد ليس وضع مستقر، وضع البلد في ظروف استثنائية. الأخوة في الحشد وقيادات الفصائل لها رؤية تختلف عن الرؤية السياسية، هم يتكلمون بالجانب الأمني. في حال انسحاب الحشد وألوية الحشد من بعض المناطق، يرون وحسب المعطيات الموجودة في الأرض أنه ممكن أن تعود، يعني هم يفرضون رؤيتهم على القائد العام، يعني وبالتالي سوف نضطر إلى تسليم دماء وشهداء. إيه هم يفرضون رؤيتهم على القائد العام على الحالة، وخير لا مو يفرضون، بلي هذا اللي لا مو يفرضون. أعلن هناك مطالب سياسية، نعتقد هي مطالب سياسية، وليس كل المطالب السياسية هي صحيحة.